الله يسعدك يا حبيبي. طيب الشيء الثاني قبل لا أنتقل لموضوع ضيوفنا الغالين، الحمد لله يعني من الأهداف الجميلة عندنا هنا في القناة موضوع الوقف اللي أنتم ما قصرتوا، حتى الجلسة اليوم كانت اللي مع خالد وسلطان وعبد الله، شكرا لكم تشكرون عليها. وهذه فرصة لنا جميعا أن الواحد يعني حتى فرصة لكم أنتم أنكم تسعون في اكتمال هالوقف هذا اللي يعتبر هدف من أهداف القناة وهدف من أهداف البرنامج، لأنه بالنهاية هو باب خير وعمل خير. 300 ريال تكفي اليتيم مدى الحياة. فودي أسمع من اثنين منكم قبل لا ننتقل عاد الموضوع لحظة لقاء اللي هالمرة هذه بطريقة مختلفة تماما. بسام أبو نايف، أنا قلتها سابقا وأقولها الحين، ممكن أي تجارة في الدنيا تخسر، لكن التجارة اللي مع الله ما تخسر. غير عن كذا الرسول وعدنا في مرافقته في الجنة إذا كفلنا أيتام، ف300 ريال تكفي اليتيم مدى الحياة. أنا أشوف أنها متفضلين علينا فيها، اليتيم هو اللي متفضل علينا فيها، لذلك أنا أحث الناس أنهم يتبرعون. 300 ريال قلناها سابقا نحن نصرفها بيوم، نصرفها بساعة، لذلك 300 ريال تكفي اليتيم، مع أنه الجمعية موفرة جميع وسائل الدفع، تقدر تدفع عن طريق أبل باي، تقدر تدفع عن طريق البطاقة، عن طريق فيزا، أي بطاقة عندك تقدر تدفع فيها. ممتاز. من بيتكلم برضه كمان؟ نسمع من خالد؟ سمع. الوقف هذا له فترة معينة، هو يمكن ينقفل ويقضي، يعني هو متقفل متقفل بإذن الله، بس السؤال وين اللي بيستفيد طال عمرك مع ربنا سبحانه الله تعالى، والأجر طال عمرك مقدم إلى يوم القيامة. إذا جاء واحد يوم القيامة هو لقى جبال من الحسنات يستغرب وش هذه، إلا هي بظل صدقته. يا سلام. الواحد لا يفوت الفوت، لا فات الفوت ما ينفع الصوت، يبذل لو بأقل شيء، لو بنشر يلقى طال عمرك ثمنها عند الله سبحانه وتعالى يوم تعرض الوجوه. ودل على خير كفاعل. أحسنت. الله يعطيكم الصحة والعافية. حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، فهذه تعتبر من صدقات الجارية. وفضل كفالة اليتيم برضو كمان يعني فضل عظيم جدا، فهذه فرصة لنا جميعا، صلى الله يكتب لنا ولكم الأجر. تبي تقول شيء عبد الله؟ أقول لك إنها هي المستمرة. هي المستمرة وهي الدائمة. طيب توكل على الله. سم. أبقى في مكاني. أبوي أنا. طيب تم. والله ما أدري، أنت قلت يا مخرج خليك في مكان.